أعكر مزاج الآخرين. المشكلة اجي افتح السيارة في وراي سيارة مسكرة ما ادري انسى ترى خربت خلاص خربت خربت خلاص يلا حي ابو خالد اعذرونا على القصور اعذرونا على القصور اعذرونا على القصور اعذرونا على القصور يا مرحبا يا حياك الله يا مرحبا اول شيء في جيران ايه حلو انك قاعد تطفي عليهم الكهرباء ثاني شيء حبيبي والله ما تمشي والله ما تمشي والله ما تمشي ابو خالد اسمع 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 قول لا اله الا الله اسمع من المباراه ولا اسمع اسمع قول لا اله الا الله قسم قول لا اله الا الله حد دريت وش سوى عبد العزيز وانا ما دريت ما دريت انا والله ما سويت ذا كله الا عشانه مين هو عبد العزيز ليش لو علمك بتزعل يمكن تقطع علاقتك معه بليخه لا 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 تليخه لا طقعت الرجال سوى شيء وكان ذا الشيء يعني يسبب ما اقدر اقول لك انزل 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 بقول لك لا لا انزل بقول لك انزل بقول لك بقول لك فاتثق فيني انت ابو خالد انزل طف 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 خلاص طف طيب طف انزل انزل يلا انزل فكنا عطفي ذا يا ولد خلينا نتابع ولا فكنا منها كلها يا العذر منكم العذر منكم شديد الاعتذار ما عذر انت يا رجال المشكله كل ما نطفي ونشغل يشبكون النت ويدخلون على برنامج ما ادري ايش ذا البرنامج وش ذا البرنامج اللي تتبعون فيه شاهد شاهد لا لا شاهد ها خلاص فقدوا الشغف خلاص يعني ندخل في الاعلان من زمان يخلص والله ما اعطوني الرابط ما اعطوني الرابط ممكن قلت شوب تكفون اعطوا الرابط فكنا من شر نبي الرابط الرابط نزلوه يا اخوي خليه يعلن مو مداومين مو مداومين ايش نسوي ايش نسوي الحين قلت ايش نسوي وش هو بيسوي شيء انت 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 اللي سويته ذاك اليوم في التليجرام يوم نتواصل معك تليجرام تتذكر ما عندك تليجرام انت انت ما عندك تليجرام الا والله عندي اشوفه شو تشوفه شيء ملموس هو اشوفه فيك وش سويت في التليجرام يعني انا يوم اتسولف معك طيب يوم سولفت معي ايش قلت قلت عنه شيء قاعد تتحش فيه اخر لعب عندك وخايف دقيقه دقيقه في خطا هنا في خطا في خطا في خطا في خطا في خطا في خطا ليش توني ادري ان اخوي يلعب بلوت ليش يا ادري ان اخوي يلعب بلوت بعد اليوم صدمتين اليوم اخو محمد يلعب بلوت واخوي طلع يلعب بلوت قال لك ايش يقول جبنا انا احسبك تلعب اونو وتلعب شيء ما توقعت انه يلعب بلوت والله ما توقعت انطر اشوف شوف يا جديد وش هو وش هو طلع شكلك شوف اشوف اشوف والله صار لهم صوت توقع سوا برشل الارض قاعدين عم اسالك والله وش من فهاوة وش بنزيما وكره وفرصه اطلع معلش معلش والله صار صدق واحد يا اخوي اسمع اسمع قول لا لا قول لا الله بعلمك السالفه اللي صارت في التليجرام تعال ما بيها فاري بخاطك فتك يا ولد اصبر اصبر قول لا لا اثر في جوال امرك موجي السالفه اللي صارت في التليجرام يوم انك انت ارسل لي ذاك الاموجي ذاك الاموجي اللي ارسلت لي اياه اللي هو كان وجهه ابو خالد تتذكر ولا ما تتذكر والله انك بزر ليه والله انك ليه؟ بزر عقلك صغير كذا بس كذا كذا بس كذا بس في اصغر تبي اصغر اي هذا دليل اصغر اي هذا حده بس اي هذا 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 حد تدري ليش هذا حده لان يمشي معك ايه فهمت اجلس اجلس تكفى شغل 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 في كنفه في كنفه ايش اسوي؟ اروح ادور في تويتر ماني خلق انا هذا اللي لقى علاجي يا جماعه الخير شوفوا المس الجوال شو شو جيت؟ كيف شو جيت؟ لا تعتذر خلاص بخد متى تحب الكوره؟ انا يوم اتعرف عليك انا يوم تمر اتعرف عليك ما ك... ما ك... ما كنت ايام يوم تتعرف علي الحين خلاص كانت رياضه غير الحين رياضه غير ايه الله يبارك الله يبارك مين هذا؟ هذا مين؟
ياسر الشهراني. وانت لسه ودك ها؟ لسه قاعد تحاول. طب تابع معه بالجوال. طب برجع طفي. شفت الان ترجع طفي؟ اعرف ان اخر يوم بيني وبينك الاقيك فيها هالدقيقة. والله؟ سكر الموضوع. يا ليت. اتمنى. طفى. اتمنى. طفى. اتمنى. طفى. بس طفى. بس كذا. جول. جول الهلال هدد. والله كذاب. يستاهل. اشوف. يا لطيف. ليه ما اشوف؟ انا ليه ما اشوف؟ انا اسف. شديد الاسف. يا ما شاء الله. اليوم اعلاننا عن قوي ان شاء الله. تدي العال واخر. اسمع قول لا اله الا الله. اسمع قول. اسمع العرض يا اخي وخر. ما في طاولات. الطاولات مليانه. خلاص وخر عندك سرير. العرض يقول لكم طبعا ما في رابط بس بقول لكم العرض. يلا وخر. يلا وخر. جيب اعلن هنا. العرض يقول استغفر الله. ملعب خلاص يا عبد اللطيف وخر. العرض يقول والله العظيم لا سكه بالجدار. وخر يلا عزوز. طيب سكت خلاص وخر. العرض يا شباب ها. عندكم طاوله تحت شوفها. طاوله ما تاخذها. يلا انا هذه وانا واقف احس بانتماء مع الطاوله المرتفعه خاصه انها 6 خلاص. العرض العظيم. خلاص آخر مرة آخر مرة تكفى لا تخليني أكرهك. تكفى ليه؟ أنا أكرهتك. أنا أكرهك. أنا من زمان أكرهك أوريدي يعني. أوريدي جاهز. جعلك والله أطلع من الاستراحة. أنا أطلع أنا. هي أطلع. أنا المدير. هي أطلع. مدير. الله والمدير عاد. لا تسوي نفسك مدير على عاد أقول حط عينك بعيني بس. شوف المعاناة للحين ما فتحت المباراة. يلا افتح الدقيقة. جول. إيه يا شيخ. إيه يا عمي. ثلاثة. إيه والله. يا عمي يا ميكرو ها. ها ها ها. شفت. انت 13 مرة. أربع أكبر راحت منا. ما قمنا نتابع. على بعد. تابع. شو هذا القهر؟ انت داخل عاهة. عاهة. انت مش هبي. طيب خلاص سجل. خلاص سجل. اخر مرة. وش اللاعب اللي عندك؟ وش اسم اللاعب اللي جابوه؟ سالم القحطاني. ايه. سالم الدوسري. معليش. سالم. مين؟ مين؟ ما تعرف الكورة. ما اقعد. عندك اعلان قوي؟ ايه. بس ما في رابط. اعطوه رابط. حكم ان الضغط عندهم مرتفع خنطفيه. تعال مسوي رجال. تعال مسوي رجال. اصبر ابو خالد. اسمع خلنا نتفاوض. لا نتفاوض. اصبر. والله ماني براش. اسمع نتفاوض. اسمع قول. لا يا ابو خالد احنا ما اتفقنا تصيروا متعصبين. احنا اسمع قل له عادي الكورة عادي بس ما تعصبون. تعصب يا اخوك. خلنا مباراة حماسية. لا والله صباح الليل يا ابوك. شفت وقت صح؟ لا والله توني. اي والله نايم اول ولا والله ما ادري انها حماسية. والله انا خبر النصر والهلال. طفيت الانوار. ها اجيب الطفاية. دقيقة. اجواء رذاذ والله رذاذ. عشان الاجواء عشان لا تشب علينا يا اخوي. والله عشان لا تشب ترى ما يشوف ترى. اوه انتبه ترى حديد. والله لا تفكي. انتبه.
ترى ازعجتني خلنا نتابع يا طيب. ترى هددتني. ما عندي قلت لك حر. انا قلت لك حر. اتحداك تشوف طيب. اتحداك تشوف. اتحداك تشوف. ترى ما اشوف ترى ما ادري هو وين ترى. جول 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 ولا جول شفنا ولا جول شافه ولا جول الهلال الهلال شو شو الجول شو الجول اسلم يا الجول اسلم هذه الايام اغلب الناس بيتصوروا صور غريبه يقول لصاحبه